شو يعني فيروس نقص المناعة البشرية؟ وشو يعني الإيدز؟ كيف بينصاب الشخص بفيروس نقص المناعة البشرية؟ وكيف ممكن الشخص يعرف إنه مصاب بالفيروس؟ والأهم، كيف ممكن الشخص يفحص حاله؟ هجاوبكم على هالأسئلة بهالفيديو التوضيحي، خليكم معي. مرحبا، اسمي إبراهيم من سفرة كولن. سفرة كولن هي مجموعة ذاتية التنظيم من أفراد مجتمع الميم اللاجئين. بالنيابة عن الدوتش إتهلفة، هقدم لكم مجموعة من الفيديوهات التوضيحية حول فيروس نقص المناعة البشرية الإيدز والجنس الآمن. خليكم معنا. HIV يعني فيروس نقص المناعة البشرية. هيدا الفيروس بيضعف جهاز المناعة البشري يلي بيساعد جسم الإنسان على محاربة الأمراض، وبيخلي الشخص أكثر عرضة للإصابة بالعدوى وأمراض أخرى. إذا انصاب الشخص بفيروس نقص المناعة البشرية وما أخذ الدواء، رح يمرض الشخص كتير لحتى يتطور المرض وبالنهاية يصير إيدز، والإيدز مرض مميت. الإيدز هو متلازمة نقص المناعة المكتسبة. المتلازمة هي مجموعة من الأعراض يلي بتصير بنفس الوقت وباستمرار. بيتطور المرض ليصير إيدز لما يتضرر جهاز المناعة بالجسم بقوة بسبب الفيروس. ما بيموت الشخص مباشرة من الإيدز، ولكن بيموت نتيجة أمراض والتهابات مرتبطة بالإيدز ما بيقدر الجسم يحاربها. بينتقل فيروس نقص المناعة البشرية لما شخص يمارس الجنس الغير محمي مع شخص بيحمل الفيروس وما بياخد أي دواء لفيروس نقص المناعة البشرية. النقطة الثانية هي من الأم الحامل المصابة بالفيروس إلى الجنين تبعها إذا كانت الأم ما بتاخد أي دواء لفيروس نقص المناعة البشرية. ثالث شيء، عبر مشاركة الإبر الملوثة بالفيروس أثناء تعاطي المخدرات. فيروس نقص المناعة البشرية هو فيروس هش، ما بيعيش برات الجسم لفترات طويلة، وما بينتقل الفيروس عن طريق العرق أو البول أو اللعاب أو البراز أو القيء، يعني الاستفراغ. كمان ما في خطر الإصابة بالفيروس بالحياة اليومية، مثلا من خلال التبويس، تسليم بالإيد، مشاركة الصحون أو الكبيات، استخدام نفس المرحاض، أو حتى من أقساط حشرات. بعد ما الشخص ينصاب بالفيروس ممكن يضل يحس بصحة منيحة لسنوات كتير. بالرغم من أنه الفيروس بيسبب ضعف بجهاز المناعة، ما فيك تعرف إذا الشخص مصاب بمجرد أنك تطلع عليه، بس فحص مخبري ببين إذا الشخص مصاب أو لا. بالآخر ححط لايحة بالروابط وعناوين وين فيك تعمل فحص، وأكيد بسرية تامة. إذا كان عندك علاقات جنسية كتيرة ومع أشخاص مختلفين، بنصحك إنك تعمل فحص للأمراض المتنقلة جنسياً وفيروس نقص المناعة البشرية بشكل منتظم، الأفضل مرة أو مرتين بالسنة. الكشف المبكر يعني تبلش الشخص بالعلاج بأقرب وقت، هيك بتحمي جهاز المناعة من التضرر وبنفس الوقت تمنع الفيروس انه ينتقل خلال ممارسة الجنس. ما في علاج شافي، ولكن هناك ممارسات جنسية آمنة لتحمي نفسك. مصطلح الجنس الآمن بألمانيا بيعني الأساليب أو الطرق يلي بتمنع انتقال فيروس نقص المناعة البشرية. بالإضافة للواقي الذكري، في طريقتين تانيين لمنع انتقال الفيروس، وهن الوقاية قبل التعرض للإصابة أي البريب، والعلاج الوقائي هو التاسب. كل هالطريقتين أو الثلاثة من الجنس الآمن بيحموا من انتقال الفيروس عن ممارستهم بالطريقة الصحيحة. احضروا الفيديوهات الجاية عن طريقة ممارسة الجنس الآمن واختاروا اللي بيناسبكن، ممكن تكون طريقة أو أكتر، وأكيد فيكن تجمعوا بين عدة طرق مع بعض. ما تنسوا تشاركوا الفيديو على السوشيال ميديا ليستفيد أكثر عدد من الأشخاص من هالمعلومات.